فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، نسب النعمة إلى الله، قال بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي، لأن هذا توحيد، نسبة النعمة لله توحيد، لذلك قال فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بي الكوكب، لأن نسبة النعمة لغير الله عز وجل نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، في صنف ثالث من الناس، الواحد بينسب النعمة لله، ما لنفسه ولا لأحد من المخلوقين، بيقول فعلا ربنا سبحانه وتعالى النعمة دي حقته وأداني لها الله ما زول تاني، ولكن لم يعطينيها الله إلا لأنني أستحقها. ده صنف من الناس. أو يقول هي من الله هذه النعمة التي علي أنا، ولكن لم يعطينيها الله إلا لأنني أعلم وجوه المكاسب، يعني أنا برضو حريف يعني، خلاص يقول هذا الكلام. طيب، هذا أيضا محرم، وهو قدح في العبودية كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. أما النوع الأول الما بينسب النعمة لي الله ذاته، ينسبها لنفسه أو لأحد المخلوقين، هذا قدح في شنو يا جماعة؟ في الربوبية كما ذكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. طيب، هذه الآية يفسرها قول مجاهد وقتادة، يقول ليقولن هذا لي، يعني هذا بعملي وأنا محقوق به، ده جبت بعرقي أنا وبعملي أنا وبجهدي أنا وبكسبي أنا، يدخل في هذه الآية ليقولن هذا لي. وقال ابن عباس يريد من عندي، زي منو يا جماعة؟ زي منو قال إنما أوتيته على علم عندي؟ ها؟ قارون، على من عندي، قال وقوله إنما أوتيته على علم عندي. طيب، وقال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني لأنه أنا زول حريف وتاجر وكذا وبعرف مكان الرزق وين والمكاسب وين والمداخل والمخارج، ده كله يا جماعة ربنا زماه في هذه الآية وهذه الآيات. الإنسان دائما ينسب النعمة لله سبحانه وتعالى، ما ينسبها لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة عليك أنت دي من الله. ما هي أكبر النعم؟ أكبر نعمة شنو يا جماعة؟ الإسلام. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأكبر نعمة، أكبر من نعمة المال، وأكبر من نعمة كثرة الأولاد وكثرة الذرية أو الزوجات أو أي الصحة وغير ذلك، أعظم من كل هذه النعم نعمة شنو يا جماعة؟ الإيمان، يعني التوحيد، يعني دي أعظم نعمة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه في الدنيا، يعني ما تشوف زول أغنى منك كده تقوم تعايل له يا سلام لا عربية دي والله اداني زيها. قال فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فلو عينت للزول الأعلى منك في الدنيا ده أحرى إنك ما تشكر الله على النعم الكثيرة اللي أنت عميان عنها، عن ربنا أداك ليها لكن أنت عميان عنها ما شايفها. ولذلك قال أبو ذر الغفاري أوصاني خليلي بسبع، وده صحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال أوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأوصاني أن لا أنظر إلى من هو أعلى مني يعني في الدنيا يعني، وأن أنظر إلى من هو دوني. ليه؟ يعني كل ما أشوف زول كده راكب عربية كيف أو ساكن في بيت كيف أو 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 أو, أو عنده كيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما دعا إلى ده، قال لك عايل للزول الأدنى منك في الدنيا. ليه؟ عشان
تشكر تذكر نعمة ربنا عليك وبالتالي تشكر ربنا على هذه النعمة وده بيزيدك ده سبب في الزيادة إذا أنت عملت السنة الله بيديك لأنه ربنا قال لأ إن شكرتم ما أنت لما تتذكر نعمة الله عليك ده بيقودك للشكر إذا شكرت ربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لابد يزيدك خلاص فزول لما يطبق السنة بيكون مرتاح في الدنيا ومرتاح في الآخر لكن يطبقها صح وبإخلاص نية طيب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل أنا ربنا صح اداني ما اداني زول لكن لأنه أنا قدرة يعني ونحن أهلها فده نسب لله لكن كأنه يعني أو بل هو أو هذا نقص في شنو يا جماعة في عبوديتي لله سبحانه وتعالى نقص في عبوديتي لله عز وجل كما قال الشيخ العثيمين وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف يعني مكانة وجاه ومنزلة عندنا مكانة وجاه عشان كده الله دانا وده كله باطل يا جماعة ده كله باطل ربنا بيديك برحمته وأحيانا ربنا يبتليك بالخير أو يبتليك بالشر اختبار وامتحان كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وفي قراءة والخير فتنة فحيا ربنا قد يبتليك بخير وبشر طيب متشنام تمام فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه طيب وغيرها من الآيات الكثيرة في الباب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل وبنو إسرائيل هم من هم ذرية من يعرف يا جماعة بنو إسرائيل ذي المنو إبراهيم ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام فإسرائيل هو يعقوب إسرائيل هو يعقوب طيب إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى الأبرص هو الذي له برص في جلده وهو مرض معروف وهو من الأمراض الخبيثة التي لا يوجد لها علاج كما قال الشيخ العثيمين ولذلك أعطى الله لعيسى البرء من هذا المرض البرص تحديدا لأنه لا يوجد له علاج فكانت معجزة لعيسى لأنه المرض ده ما في الشيخ العثيمين قال يا دوب الأطباء اكتشفوا له علاج ولكن بيمنع انتشاره لكن ما بعالجه بيخليه بس في حجم معين يكون قاعد لكن ربنا قال وأبره الأكمه والأبرص ومن هو الأكمه من هو الأكمه الأكمه لا يسمع ولا يتكلم لا 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 ما صحيح الأكمه أيوة الأكمه فرقه من الأعمى أن الأكمه هو الذي ولد أعمى مما ولده أعمى لكن غير الأكمه من العميان قد يكون شنو قد يكون كان مفتح وبيشوف بعد ذاك بقى أعمى أو كذا طيب أبرص وأقرع الأقرع هذا شنو أيوة صلاة نص صلاة نص يعني راس وصلع مش صلاة نص طيب وأعمى وأعمى الأعمى هو الأعمى الذي لا يبصر فأراد الله أن يبتليهم معنى يبتليهم قال العلماء يعني يختبرهم ويمتحنهم خلاص فبعث إليهم ملكا ربنا رسل لهم ملك
والملك قيل لغة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، فهي من مألك مقلوبة ملأك، فأصلها من الرسالة يعني. أصلها أنت خلاصة الموضوع يا فارس من الرسالة. طيب، فأرسل إليهم ملكا، ربنا رسل لهم ملك، لكن الملك ده كان في هيئة رجل يعني، والعلماء قالوا ده فيه فائدة ودليل على أن الملائكة يتشكلون بحسب ما أمرهم الله عز وجل به، وكذلك الشياطين برضو ممكن يشكلوا، ولا ممكن؟ ممكن. في غزوة بدر مش كده؟ لا، مش في غزوة بدر، لما أرادوا أن يحيطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه بالليل في فراشه، وجاءوا من كل قبيلة بشاب جلد قوي كذا كذا، الاقتراح ده لدلهم منه؟ عدلهم إبليس، جاء في صورة شيخ شنو؟ نجدي. وكذلك حديث أبي هريرة الذي في البخاري مش كده؟ إنه الشيطان، النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا هريرة بمال شنو يا جماعة؟ الصدقة، اللي هي صدقة زكاة رمضان. فجاء رجل، وده كان الشيطان الشكل في هيئة رجل، فبقى يسرق، بقى يسرق من الطعام، والقصة مشهورة. لكن القصة دي ما فيها فائدة ودليل على أنه جواز أخذ العلم من المبتدعة كما يقول بعض الحزبيين، صح ولا ما صح؟ لأن أبو هريرة ما أخذ المعلومة وعمل بها يعني صدقها من الشيطان، وإنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، قال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: كذا وكذا وكذا. وزعم، خط الكلمة دي، أنه يعلمني كذا، آية الكرسي، وإذا قرأتها عند النوم لا يزال علي من الله حافظ ولا يقربني شيطان حتى أصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. حتى أبو هريرة عمل، مش عامل بيكلم الشيطان، لأنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم زعم يعني. والشيخ الفوزان قال: الزعم يطلق على الكذب، يطلق على شنو؟ على الكذب. عشان كده ربنا قال عن الكفار: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فزعموا أي كذبوا، قالوا ما بنبعث، ما في قيامة، كذابين ولا صادقين؟ عشان هم كذابين ربنا قال زعم الذين كفروا. فالزعم يطلق على شنو يا جماعه؟ على الكذب. ها؟ كيف؟ نعم نعم. فاحيانا كثيره تطلق على شنو؟ على الكذب. نضبطها نقول احيانا كثيره تطلق على الكذب. طيب، فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص، ده اول واحد، فقال: أي شيء أحب إليك؟ أنت أكثر حاجة بتحبها شنو؟ قال: لون حسن وجلد حسن، لأنه دي الحاجة اللي هو شنو؟ فاقدها أصلا. ويذهب عني الذي قد قدرني، ضبطها بعض الشراح بكسر الذال، وهو الشيخ حمد بن عتيق، قال بكسر الذال: ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. ومعنى قذرني بكسر الذال يعني استقذروني وعابوني وتركوني وكذا. طيب، عابوه يعني بيو وكذا. قال فمسحه الملك، قام مسح الزول ده، فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. عباد القبور قالوا هذه الآية دليل في سورة مريم، دليل على أن غير الله يعطي الذرية. قالوا لأنه جبريل قال لأهب لك، أنا ده بديك،
قال معناته غير الله بدي الجنة وبيخلق الجنة غير الله، وده كذب طبعا، ده كذب، لأنه يقول لهم اقروا الآية من البداية، إنما أنا رسول ربك. والرسول يبلغ الرسالة مش كده؟ فلأهب لك هي الرسالة التي أرسل بها الرسول. أرسل يعني هو مرسل، ما هو الذي يعطي؟ وقال رسول ابن ربك يعني الرب الله عز وجل هو الذي أرسله وهو الذي أعطاها. وهناك قراءة أخرى عند قراءة الدوري ليهب لك غلاما زكية. هنا الحديث فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ده دليل يصلح أيضا لتفسير تلك الآية، إنه ربنا بيرسل الملائكة ويقول ويديهم القدرة إنه يفعلوا، فالفاعل حقيقة الفاعل الذي أعطاهم القدرة على هذا الفعل من هو؟ هو الله عز وجل. تشرح اليوم القصة دي تشرح برضو تزيل هذه الشبهة التي يريدونها حول الآية. طيب فأزول ده حصل له ثلاث حياة، ذهب عنه القدر وربنا أعطاه لون حسن وجلد، شنو يا جماعة؟ جلد حسن. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق وهو أحد رواة الحديث، والراجح الإبل. الراجح شنو؟ الإبل. فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء. واختلف العلماء في معنى كلمة عشراء بضم العين، فقال بعضهم ما بلغ هي الناقة التي حملت وبلغ الحمل في بطنها عشرة أشهر، وقال البعض الآخر ناقة عشراء أي بلغ الحمل الذي في بطنها ثمانية عشر شهرا. وده ترجيح الشيخ الفوزان في كتابه عانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. والفوزان عنده شرحين لكتاب التوحيد، عنده الملخص في شرح كتاب التوحيد، وعنده إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، ده كبير إعانة المستفيد، ده مجلدين. أما الملخص هو زي المنتبه ده كده، ده مجلد واحد وصغير، ده الملخص بتاع الفوزان. طيب أنا دائما بحيلك لإعانة المستفيد. طيب فأعطي ناقة عشراء، المهم يا حامل. قال العلماء وهذه أنفس الأموال عند العرب، الناقة اللي بتكون عشراء يعني حامل والجنة في بطنها عمر عشر شهور، على قول بعض العلماء الذين قالوا في معنى عشراء حامل بعشرة أشهر، أو حامل والطفل الحمل الذي في بطنها كم؟ 18 شهر. على القولين قالوا ده من أنفس الأموال عند العرب، كانت عنده، عشان كده ربنا قال وإذا العشار عطلت بها عشرة ذات، تجمع على عشار، عطلت يعني يوم القيامة، يعني الأموال أنفس الأموال عندهم يوم القيامة ما في. طيب فدي أنفس الأموال كانت عندهم هذه الناقة العشراء. فشوف ربنا أدى زول بعد ما كان فقير وأبرص، ربنا شفاه وأعطاه مال. وبعد ذاك حنمشي لقدام في الحديث إنه ناقة العشراء دي ولدت كثير، مع إنه كان عيان وفقران، ربنا صحه من المرض وأغناه من الفقر من غير جهد منه، هو قاعد جاء الملك في حتة. وبعد ده كفر بنعمة الله، بالذات الأول ده والثاني كفر بنعمة الله. فده في فائدة يا جماعة، إنه الله عز وجل يعطي كل شيء للإنسان، يعني كل شيء يعطى للإنسان ربنا بيديك له، فالإنسان ما ييأس وما يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما حصل له. وفي الحديث لن يهلك مع الدعاء أحد. ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال
قال رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يعني بس أنت كيف ربنا يوفقك إنك ترفع يدينك، لكن ربنا بيستجيب بيستجيب مهما حصلك من المشاكل والديون والبلاوي والأمراض والاختبارات والامتحانات. إذا أنت موحد تمام وبتدعو ربنا تمام، لن يهلك مع الدعاء أحد أصلا ما بس. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبعد ده ناس يخلوا ربنا الرؤوف الرحيم الذي هو على كل شيء قدير، ويلجؤون إلى الموتى المحتاجين إلى الدعاء هم، فيدعونهم ويسألونهم الحاجات من دون الله. بالله دي ما بلادة، ربنا قال لك أنت أسأل أنا بديك خلاص. المهم، فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. بارك فعل ماضي مش كده يا شيخ آدم؟ طيب بارك ليه هنا جاء الدعاء بصيغة الماضي، وعادة يأتي الدعاء بصيغة الطلب، أو إذا كان خبرا عمن دعا لأخيه يأتي غالبا بصيغة المضارع أو أحيانا كثيرة. فقال له: يبارك لك فيها، وسيبارك الله لك فيها، إلى آخره من الصيغ والألفاظ. هنا ليه قال بارك؟ يعني كأنه بارك وانتهى، ربنا بارك ليك خلاص. قال ابن حجر: لأن الدعاء بلفظ الماضي فيه تحقيق اليقين. كيف؟ هو لو قال لي سيبارك الله لك فيها يعني لسه، لكن قال لي بارك الله بارك لك وانتهى، قالوا ده أقوى اليقين، إنك تتيقن إن ربنا عمل لك كده وانتهى. طيب، لأنه قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، وفي رواية: فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فعليه، رواه مسلم بالصحيح. طيب، قال: فأتى الأقرع، قلنا الأقرع دل عنده صلعة، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. وده شك من الراوي، والراجح في هذه الجملة الثانية البقر. فأعطي بقرة حاملا، وده فيه جواز من ناحية لغة أن تقول عن البقرة شنو؟ حامل، إذا كانت حامل حاملا. فقال: بارك الله لك فيها. نفس الأول. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري. لاحظت الأعمى ده ما قال داير بصرا حسنا، ليه يا إبراهيم؟ ها؟ أيوة، طيب ما كان يقول بصرا ثاقبا أو كذا؟ البصر ذاته أنت لما تكشف عند الدكتور يقول لك 6/6، يقول لك 5/5، يقول لك يعني في زيادة وفي نقصان. قالوا لأن هذا الأعمى كان رجلا قنوعا، عشان كده قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. بس داير قدر ده، ما داير حاجة زيادة، يعني في الدنيا ما داير كثير، رجل شنو؟ قنوع. وفي الحديث الذي صححه الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من رزق كفافا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
زول مسلم ورزقه الله كفافا. الألباني قال كفافا يعني رزق اليوم قدر اليوم. طبعا في ناس بيظنوا انه الرزق ده بسيط بتاع الكفاف ده، تلقى له داري يدعوه لما يلاوز. لا لا لا، هو ده احسن الرزق. عشان كده جاء الحديث الاخر صح الألباني ايضا، قال النبي عليه الصلاه والسلام: خير الرزق الكفاف. ده افضل رزق بنص الحديث. يلا ده شنو انت هتفهمه؟ ده شنو الحاجه اللي احتجت لها في اي يوم تلقاها؟ مثلا عندك عمليه لامك قالوا لك 30 مليون تلقاها، فهمت؟ في اليوم بكره ذاك احتجت 100 جنيه بتعيشك تلقاها قدرها. بعد يومين في حاجه كبيره احتاجت ل 200 مليون تلقاها. احتجت ل 10 جنيه تلقاها، عرفتها؟ وده ما احسن رزق؟ الألباني قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الرزق الكفاف، لأنك تتكفى ولا تتأمل في الدنيا. ولا تؤمل في الدنيا، يعني بيكون عندك أي حاجة دايرة عندك وفي نفس الوقت ما بتأمل في الدنيا. يعني في حاجات كده تخاف عليها وتكون شايل هم، ما في. عشان كده الرسول قال: خير الرزق الكفاف. عشان كده الأعمى ده العلماء قالوا كان رجلا شنو؟ قنوعا. عرفوا كيف؟ عرفوا من وين؟ بيعرفوا من وين الأعمى ده العلماء؟ وهو من بني إسرائيل. لقوا وين؟ من الحديث، من الحديث قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. يعني بس قدر أنا داير، فمسحه فرد الله إليه بصره. بعدين الأعمى ده أعلم وأزكى من الرجلين الأولين، من الأبرص والأقرع. الشيخ العثيمين قال: التخلية قبل التحلية. التخلية قبل شنو؟ التحلية. يعني الباطل أول حاجة يزيح، بعد ذلك بيجي شنو؟ الحق. المرض أول شيء يزيح، بعد ذلك تجي الصحة. هكذا. دي كلهم أول ما قال لهم: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن. وده قال: أي شيء أحب إليه؟ قال شنو؟ جلد حسن. الأعمى قال: أن يرد الله إلي بصري. أول شيء يتكلم عن شنو؟ عن المشكلة اللي عنده، خلاص. بعدك لما سألوه عن المال قال داير كده. طيب، فقال ده فيه فائدة أن التخلية قبل شنو؟ التحلية. أن يرد الله عليه بصري يعني أبقى كويس من المرض ده. طيب، لكن ده أول شيء قالوا: جلد حسن وشعر حسن وكذا. بعد ده قال: ويذهب الذي قد قذر الناس به. طيب، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. وبرضه ده دليل على إنه الأعمى ده كان شنو؟ أفقه وأعلم وأتقى لله. لأنه الغنم ماله يا جماعة؟ لأنه الغنم ماله؟ الغنم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: في تربيتها بركة، أو فيها بركة. أما الإبل فيها الطيش، وأنها خلقت من جن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في شنو؟ في أماكن الإبل دي، وأباح الصلاة في شنو؟ في مكان الغنم. ليه؟ والحديث البخاري، لأنه العلماء تكلموا ذكروا عدة حكم، منها قالوا: لأنه الإبل خلقت من جن بتنفر، ممكن تضربك تعوقك، أنت إذا بتصلي ذاته ممكن تنفر تضربك تقتلك. لكن الغنم فيها السكينة وفيها الحكمة. ولهذا السبب ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن فيها الحكمة وتعلم شنو فيها البركة، وتعلم شنو؟ تعلم الصبر. رعي الغنم يعلم الإنسان الحكمة ويعلم الإنسان الصبر. فأي نبي رعى الغنم. ومن الفوائد أيضا، فوائد رعي الأنبياء والرسل للأغنام، تعليم أتباع الرسل التعويد على العمل. عمل الدنيا ذاته تشتغل، ما تقول ساكت، تشتغل على التالي، تشتغل راعي، تشتغل غفير، تشتغل طبيب، تشتغل مهندس، تشتغل دكتور، تشتغل نجار، تشتغل حداد، تشتغل زبال، تشتغل، ما تقعد ساكت. وما بيجي لك الدعوة، أقصد كثير من الدعاة، إلا عدم الشغل.
فجاءت هذه المنظمة أو تلك الأخرى فاجتالته، اجتالته وحادته عن الصراط المستقيم. ساقوه جاي وساقوه جاي، ضيعوا له دينه بمرتب ثمن بخس دراهم معدودة أو دنانير معدودة. طيب، قال الغنم فأعطي شاة والدا، والشاة الوالد قال بعض العلماء هي التي تلد كثيرا، مش والدة الآن، هي التي تلد كثيرا، ولادة والدا يعني ولادة يعني زي ما نحن بنقول بالدارج. طيب ليه قالوا عن الولادة والد وهي لسه ما ولدت؟ الشيخ العثيمين رحمه الله قال لأن العرب أحيانا كانوا يصفون أو يسمون الشيء إذا قرب حصوله بأنه حصل، إذا اقترب بيقوم بجواب لفظ الماضي كأنه حصل، وهذا جاء في القرآن كثيرا. قال تعالى لا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى ده ماضي، وأمر الله يوم القيامة، هل جاءت يوم القيامة؟ لا ما جاءت لسه، لكن أتى أمر الله يعني اقترب، وده من اللغة العربية، لأنه العرب أصلا الحاجة إذا قربت زمن قرب أحيانا كان بيقولوا حصلت خلاص. لا 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 ده مضارع يفيد المستقبل، ده يوم ويوم تقوم الساعة، لكن أتى أمر الله يعني اقترب. وهنا شاة والدة، والدة يعني ولدة صح، هنا مقصود بها الحامل اللي قربت تلد، ده المعنى الأول. المعنى الثاني مش الحامل اللي قربت تلد، اللي بتلد كثير والدة، فعندها معنيين، اللي بتلد كثير أو الحامل اللي قربت تلد. وكونه قربت تلد الرسول صلى الله عليه وسلم قال والدة لأنه ده من لغة العرب، الشيء إذا قرب حصوله كانوا يعبرون عنه بالماضي كأنه حصل، وقد جاء مثله في القرآن كقوله تعالى أتى أمر الله. وروي في الأثر أن هذه الآية حينما نزلت وهي من سورة النحل أتى أمر الله نزلت إلى هذا الحد، أتى أمر الله ولم ينزل الباقي في بداية الأمر، فلما قال الله أتى أمر الله انتفض النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن القيامة قامت، فقال الله عز وجل فلا تستعجلوه، فجلس عليه الصلاة والسلام. قال فأنتج هذان، أها فأنتج هذان، هذان ديل شنو معانا يا عمر؟ معانا هذان ديل شنو؟ طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان وهذا اسم إشارة في الغالب يكون للقريب مش كده؟ وهذان ذي النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهم الأوائل القبيل الأبرص والأقرع، وقال هذان ما قال ذلك وذلك ولا قال هؤلاء ولا قال، قال هذان للقريب. ها؟ تفضل. أنتوا فهمتوا السؤال يا جماعة؟ هذا اسم إشارة للقريب، والاثنين ذل الأبرص والأقرع صاحب الإبل وصاحب البقر مروا معانا في القصة اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم قبيل. ليه قال هذان؟ ليه مثلا ما قال عن الأبرص ذلك؟ لأنه قبيل مرة فبقى بعيد. ها؟ السؤال واضح أول حاجة؟ بعدين نشوف الإجابة. السؤال واضح. طيب الإجابة شنو؟ ها؟ لا. ها؟ لا. ها؟ إذا أنتم في ناس ما فيهم سؤال. يعني زي بعض. أنتم درستوا في الابتدائي هذا اسم إشارة للقريب ولا البعيد؟ ذلك للقريب ولا البعيد؟ طيب. هنا الأبرص والأقرع ديل بيقوا بعاد
ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذان بلفظ القريب؟ أها السؤال واضح، ثاني ما بدي أقول السؤال واضح، الجواب شنو؟ لا أها أه لا الأذان فضل لكم الزمن فضل لكم طيب أها تجاوبوا ولا نخليه؟ طيب نقرب لكم الفهم بفهم بعيد. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه يا تكتاب. طيب الآية دي في القرآن جوا القرآن، ربنا قال ذلك الكتاب، انتوا قلتوا ذلك للبعيد، والآية دي جوا القرآن وربنا قال ذلك. دي شوفها يوم جاب لنا قسيس نصراني في المناظرة قال القرآن ده إذا محرف. فهمت الحاصل؟ معانا يا عمر؟ اقعد اقعد عديل عشان ما تنعس، اقعد عديل كده. ها الاثنين حلهم واحد. العلماء قالوا اصلا العرب كان يستخدم صح هذا للاسم اشاره للقريب وذلك للبعيد، واحيانا كان يعكس وهو من لغه العرب، وهو من لغه شنو؟ من لغه شنو؟ العرب. فهمتوا كلامي؟ دقيقه فارس انت فرصتك انتهت. فاحيانا كان بيعكس هذا للقريب وذلك للبعيد، صح مش كده؟ لكن دي ما قاعده كانت بس مسلم بها عندهم كده، كان احيانا هذا يقلبها، دي من لغتهم هم الاصليه تكون للبعيد وذلك تكون للقريب، كما ان ذلك تكون للقريب وتكون للبعيد، فكذلك هذا تكون للقريب والبعيد. يعني حزاد القريب، ايوه. يعني اللغتين موجوده عند العرب بس ده الموضوع. طيب فانتج هذان ذكر الكلام ده الشيخ العثيمين وذكر الشيخ السعدي وتلميذه الشيخ العثيمين عليهما رحمة الله. الفائدة شنو كيف؟ ما اللغتين عند العرب شنو يا جماعة؟ موجودات. أحيانا كان بيعكسوا هذا للقريب وذلك للبعيد، أحيانا كان شنو بيعكسوا؟ كما في الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه، المعنى كما قال هذا الكتاب، هذا ذكره عفوا ابن كثير وليس السعد، وذكره الشيخ العثيمين. خلاص ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب. خلاص طيب فأنتج هذان وولد هذا. ولد هذا يعني شنو؟ برضو ده ولد يعني اللي هو صاحب منه ده الغنم. طيب وولد بتشديد اللام. فكان لهذا واد من الإبل، سبحان الله، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. نقف عند الأودية دي ونواصل الدرس الجاي. أي خلاص نواصل؟ لا عندنا نواصل إن شاء الله القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.